على هذه الامبيونس راكم دايرينها هنا في بلاطو. مازلنا متواصلين مع فرحة العيد وفرحتنا راهي مجمولة وملمومة مع الناس والوجوه النيرة راهي معانا. الله يعيشك. على سلامتك. الله يسلمك. وصحة عيدك. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. وجالية الجزائرية مقيمة في الخارج. ركزي على المقيمة في الخارج. صغالة لاما هي مقيمة في المهجر تحديدا بإسبانيا. نعم. لا. اون فرانس فيل دو تولون. الله يبارك. فوالا. وكيفاش عشتي الاجواء ساره؟ يلا نبداو بك ومن خلالك راح نحييو كل ناسنا في المهجر. كيفاش كانت الاجواء؟ اولا التصوير وثانيا رمضان وثالثا العيد وبعد العيد ان شاء الله. بون دونك العيد ما جوزتوش هنا، عقبته في فرنسا في دارنا. رمضان بلوتو فوالا. اي دونك العيد سي لا بروميير فوا جو لو باس ايسي ا الجي. دونك انا قسنطينيه دابيتيد جو لو باس في قسنطينه. يبارك فيك عايشك. اي هذه اول خطا نجوزو هنا في العاصمه. حتى رمضان يعني جوزتي هنا؟ لا لا رمضان جوزتو لا جوزتي هنا. ايه جوزتو هنا من خلال الاسرار الماضي كنت معنا كل يوم. فوالا. و بور اسرار الماضي دونك انا لا با جو سوي كوميديان دو تياتر. جي باسي ان كاستينغ سمعت بيه كوم تو الموند. جو لي باسي افيك بشير سلامي اي سا بروميير اسيستونت سلمى فزاز. اي دونك فوالا لا برودكسيون سيني ريف ما في كونفيونس اي ما دوني اون غراند ريسبونسابيليتي بور رمضان ان رول برانسيبال كان ميم. اي فوالا جيتي تري كونتونت اي جيسبيغ افوار ايتي على هوتور. العلاقة بين البنت وأمها، أمها اللي جاتنا بشخصية شريرة تماما. رايحين نمروا إلى تقييم ربما أولا مع المخرج مخرج العمل أسرار الماضي اللي اليوم إن شاء الله راح تكون الحلقة الأخيرة لهذا العمل. نعم أسرار الماضي وربما الفريق اللي كان مثل معك من بينهم مبتدئين من بينهم اللي عندهم خبرة في هذا المجال، كيفاش تقيم العمل نتاعك اللي قدمته لجمهورك في رمضان؟ انا ما كان ليش صعوبات بزاف بالنسبه بعد كاستينغ. كنت نعرف قدرات الممثلين ممثلات كامل يعني ما كان ليش صعوبات. رانيا سيروتي مكران بزاف و لا سيربريز سايتي ساره كي ما امبرسيوني في الكاستينغ اي دونك ايل افي براتيكمون هي ورانيا لي رول برينسيبال. فوالا je pense pas avoir souffert bzaf ma ces deux filles je peux dire. وكنا شفنا يعني وجوه جديده في هذا المسلسل، كانوا بزاف يعني ممثلين لاول مره يعني يظهروا على شاشه التلفزيون للمشاهد الجزائري. يعني هذه الوجوه ايضا يعني كان اختيارها عن طريق كاستينغ او انا بالنسبه لي في كل عمل ماذا بيا يكونوا وجوه جديده جديده نحب هذه لافريشار في في العمل تاعي. نحب دائما نكونوا وجوه جدد باش نعطي دو لا فريشير جو سي با كيف يقولوا وايضا فرصه يعني ممكن هذا الشباب اللي عنده موهبه. ما عندناش بزاف ممثلين نهضروا الحقيقه. انا نكتشف ممثلين في الكاستينغ وسط باللي كاينه جناس كي انتريسونت مثل المسؤوليه ديالكم ايضا انكم تكتشفوا المواهب الجزائريه في عالم التمثيل خاصه اللي يمارسوا المسرح اللي يساعد كثير على النجاح ربما وعلى تخطي المراحل والادوار باحترافيه رائعه من دموع القلب. العام المنصرم الى اسرار الماضي هذه السنه وشخصيتين مختلفتين تماما. رانيا واش تقولي لنا؟ بالنسبه للعمل هي يعني ثاني عمل مع يعني ثالث عمل مع ثالث عمل مع باسكو اول اخراج ليه في فيلم صفيه كنت درته معاه. انا ما كنتش هو دار اول اخراج. باش انت صفيه هي صفيه ما كنتش حاضره. ما كنتش كنت بطله غير حاضره. وهذا ثاني مسلسل في رمضان في شهر رمضان يجوز يعني مع باشا سلامي ومع نفس السيناريست يعني ثاني تجربه. بالنسبه للتجربه يعني كيفاش نقيمها نقول تجربة كانت فيها مجهودات كبيرة كانت مبذولة من طرف فريق عمل كبير نبدأوها من التلفزيون
لا يعني ماشي بالحضور هنايا، يعني كان حط تمويل باش يحضر لهذا الموسم بالرغم من يعني الصعوبه اللي كانت في الوقت وفي السرعه في تأدية العمل. ايضا من خلال سيناريو تاع فاطمه زهراء العجيبي اللي قدمت العمل الثاني تاعها على التوالي بالنسبه لنا تجربه تاعنا، اللي دارت فيه مجهود ايضا كبير باعتبار المشاهد الكبيره والطويله اللي كانت في السيناريو. وكما قلت سابقا كان يعني احسن منتوج قدم. ايضا بالنسبه لكل فريق العمل تاع الممثلين، انا ناكد على الشباب على اعتبار ان الشباب اللي كان حاضر هذه المره يعني بغض النظر على لوفات اللي دار مسرح ما دارش مسرح، يعني كاين اللي داروا مسرح، كاين اللي داروا كونسيرفاتوار كما ساره، كاين اللي تخرجوا من معاهد التكوين العالي، كاين اللي جاوا من الشارع، لكن اكيد ان الشباب كلهم كانوا يعني في المستوى. الله يبارك. رانيا فقط نكملوا الحديث تاعنا، لكن نعم. نروحوا فقط نشوفوا هذه اللقطات مشاهدينا الخاصه باسرار الماضي اللي من خلالها راح نذكركم ببعض اللقطات كنتوا شفتوها، وباش تنتظروا اليوم نشوقوكم باش اليوم تشوفوا اخر حلقه من اسرار الماضي، تابعوا معنا. نهار اليوم خيرك على الوقفة اللي وقفتها معايا إن شاء الله. معليش. يعطيك الصحة بيتي. صبحي بخير. سلامة بنتي. سلامة سلامة. هاكي شابة ماما. خلاص. كملتي لي فاكونس ديالك. ماما ياك على بالك ما نقدرش نجيب بينك وبين ماني، ولا تحبيني ما تحرمينيش منها. انا ما فهمتش علاش تحبي تروحي لتم. كش ما رايت تحكي لك؟ كش ما قالت لك عليا؟ لا لا عمرها ما قالت لي حاجه ماشي مليحه عليك، ولا كش ما صرا بيناتكم انا ما يهمنيش. علاش حكات لك واش صرا؟ لا لا ماما ما حكت لي والو، بصح دي فوا الام وبنتها ما يتفاهموش، مي نورمال تجوز كيما انا وانتي، وهذا ما يمنعنيش باش ما نحبكش. انا نحبك ماما ما نحبكش تزافي مني. ما فهمتش قصدك، كراوها ولا مازال؟ على ما قالت لي والو، بصح ما نظنش يكونوا كراوها. بصح علاش راكي تسقسي فتيحه؟ لا لا راني بشويه بشويه مع يوسف، بالك يهديها ربي ويخدم فيها. يا فتيحه يا بنتي لو كنت تقدري تقنعيه نحي عليها من كبير. ما زلنا متواصلين معكم ومتواصلين مع الضيوف اللي محضرين معنا، هي اسرار الماضي. احنا نعرفوا اسرار وخبايا فريق العمل اللي كان ساهر على هذا المسلسل، على هذا الابداع الفني التلفزيوني. ما زلنا مع الضيوف ديالنا، نعاودوا فقط نرجعوا لك رانيا، يعني سبيلي من عقله لقبيحه يعني دورين مختلفين. هو يعني مختلفتين. اكيد يعني باش نكمل بق بالنسبه للتقييم قبل ما نلحق للدور، يعني استسمحك يعني لو سمحت. تفضلي تفضلي. بالنسبه ايضا الفريق العمل اللي كان معنا باش ما ننسى حتى واحد، كل الفريق التقني اللي كان معنا كان داروا مجهودات كبيره بالنسبه لظروف العمل اللي كانت جد سريعه. شركه انتاج ايضا سينيغاف اللي كانت مجموعه من شباب طموح عنده إرادة، يعني العمل كان
عامل متكامل في مجهود ربما. يعني شوفي هو الشيء اللي ناكدوا عليه دائما هو ان العمل هذا كان فيه فريق كبير بزاف، الوقت قصير، سيناريو طويل، ولازم نبذلوا مجهودات كبيره ونكونوا في المستوى في رمضان، يعني حاجه مسؤوليه ماشي سهله وقلتها، يعني مسؤوليه ماشي سهله. رمضان برايم تايم، رمضان برايم تايم ماشي حاجه سهله بالنسبه لينا ككل، يعني اللي جرت اول تجربه واللي مضاري يعني يجوز اللي نرجعوا للدور، يعني الدور يعني هذا وفره لي السيناريو من خلال الشخصيه المختلفه، وايضا باش سلامي اللي عطاني هذاك الثقه في نفسي وقال لي تقدري تلعبي الدور هذا. نشوفوا انت ندوزوا من الحنان الى القساوه، بالرغم من ان هذه المراه يعني حنينه او فون، يعني ماشي كما يقول لك اي واحد عنده بذره من الشر والخير، لكن ظروف خلاتها تكون قاسيه وقاسيه جدا. هذا يعني اول مره نلعب دور من هذا النوع، يعني وانا يعني فرحانه بزاف على خاطر خدمت في دور خلاني نشوف امكانيات رانيا ربما امكانيات من جانب اخرى. الممثل يلعب دائما نفس الدور ماشي حاجه مليحه، ماهوش راح يخدموا ربما مستقبلا. التقييم راح يكون مع المخرج بشير السلمي، هو المسؤول الاول على هذا العمل. كيفاش لقيت المنافسه بعد ما شاهدت بشير السلمي، بعد ما شاهدت ربما الاعمال التي قدمت في رمضان؟ هي المنافسه تبدا قبل ما يقدم العمل للجمهور صح؟ ما نجيبش نقول باللي كانت منافسه، انا كنت عندي فرقه وعندي فرقه انتاج خاصه سينيرات، كان كنا يقولوها كانوا عندهم اراده، يعني كانت اراده كبيره باش انا ما درتش منافسه يعني بالنسبه لبرامج اخرين، لكن الانسان يطمح انه يكون العمل نتاعو احسن اعمال. صح كانت ثقه في نفسينا، على بالي وين ماشي يسمى في العمل تاعي، يعني ست لونفيرونمون يعني بار سينيرات بار مجموعه تاعي تاع ممثلين وممثلات. وما في شك يعني حتى المايسترو تاع البرنامج سيد احمد محي الدين ميغانا المخرج يقول ما في شك لانك مايسترو اكثر من مخرج ومبدع. نولوا ساره الى صاحبه العمل، ممكن دور الاساسي اكيد. نعم الدور الاساسي، يعني كل القصه كانت محبوكه عليك انت كاع. هي البطوله نعم سي لا بروميير فوا دونك كوم جي لي دي سي فريمون سي ان غراند ريسبونسابيلتي parce qu'il fallait être à la hauteur. Et il y avait comme une concurrence en fait positive entre nous. C'était une concurrence parce que chacun il voulait se montrer, chacun il voulait être le meilleur. Et c'est pour ça qu'on a donné un bon produit, je pense. Voilà. Donc, كل واحد يحب يبين الطاقة اللي عنده، الإبداع اللي عنده. Il y avait une concurrence indirecte et positive. اللي تو يعني كل ما عندهم روح جميله للعمل، روح جميله للعمل. يعني بينك انت ساره وبين رانيا، يعني البنت والام اللي كانت يعني من جهه صغير ما كاش يعني نقولوا كانت شويه دائما قاسيه عليك دائما، كيفاش يعني قدرتي انك تتاقلمي مع هاد يعني الدور تاعك انك دائما تكوني مع ام قاسيه وانت من جهه لازم تحبيها، ما لازمش امك تحبها؟ باسكو نو باسكو دون لو رول انا كنت نلعب ما كنتش نشوف اللقطات اللي هي ديرهم ورايا، دونك هذوك لي مانيير تاعها اللي دير فيهم ما كنتش نعرفهم، باسكو انا معايا اللي تي تري جونتي كانت سال موفري تو تو سو دون جافي بوزوان، دونك جو لا فواي با فريمون كوم اون مير قاسيه، جو لا فواي بلوتو اون مير اللي ترافع عليا كي تقول لي ما ديريش هذيك الحاجه ولا سكو ترافع عليا. يعني كي شتي التبرير واحد يمكن التبرير الام دائما نقولوا عندها مشكل في البدايه في النص، يعني وكنت تكلمت مع رانيا سيروتي يعني الام كيف تكون غنيه في ما لمح طبع مع بنتها، يعني ماهيش يعني با نيجاتيف جو فولي با كو غنيه سوا نيجاتيف داير لا بروف شتو لا فان تبكي عليها هي en fait تبكي باسكو شافتها رايحه مازال ما شافوهاش مازال ما شافوهاش حبيت يا ام جيفون دو لاماش. اه وي جيفون دو لاماش نعم هذه من تعب تاع التركيب هو في بالو جاز حبيت غنيه تكون نيجاتيف باسكو صار لها مشكل في الماضي، يعني
هي ام في النهايه، هي ام بالرغم من انه تكون قاسيه هي عمرها ما تكون سلبيه بالنسبه للاولاد، عمره ما يقدر يلوم على يماه حتى وين كانت قاسيه، يلقاها دائما اسباب ومبررات، يقول لك خايفه عليا معليش سي نورمال، هذه يعني حاجه معروفه. وصح يعني تكلمنا طوالا يعني طويلا مع المخرج، يعني تكلمت شخصيا معك في مدة طويلة على كيفاش راح تكون علاقتي معها، بس كيف في مواقف كثيرة نكون قاسية، في أنا نعيش حياة مزدوجة عايشة حاضر بالماضي تاعي، وما قدرتش ننسى ذاك الماضي وتقيل على كتافي، وفي نفس الوقت كيفاش تكون علاقتي مع زوجي مع بنتي وانا في هذيك الحاله كامل. يعني في بعض الاحيان ربيتها الطفله كبرتها يعني ربيت عليها الكبده نحبها وهي تقول لك يما سي نورمال. نعم ساره، بالرغم من امكانياتك وانت كنت مارستي المسرح، الامكانيات الكبيره والطاقه الكبيره اللي تكون عندك انك تبرزي نفسك لجمهورك وتبرزي نفسك ايضا للمخرج اللي يقدر انه يتكل عليك بنسبه كبيره، ولكن هذا الشيء ما يكملش الا اذا كان فيه دعم اخر. وي دونك فوالا كي سقسيتيني اسكو خفت كنت نخاف اون كيلكو سورت من ماما كيفاش الكومبورتمون تاعها كان معايا، ما او كونترير او ديبي كنت خايفه فريمون دو جوي افيك لي غران كيما رانيا سيروتي، انا ملي كنت صغيره هكاك باش نسمع المسلسلات تاعها، يافي اوسي تاتا بيا راشدي. دونك لو بروميي ديكور كي بديت تصوير بديت معاها، اي En fait, j'ai commencé directement par les grands. C'est pour ça que j'avais très peur. Mais ils m'ont mis en confiance. Kima, Rania, c'est aussi elle. Les plus jeunes, c'est eux qui nous donnent la confiance en nous. C'est un signe de la confiance en eux. Voilà. Tu as présenté à quelqu'un des offres avant de finir les secrets. Les offres sont venues. Vous savez, pendant le ramadan en Algérie, il y a tout le monde qui est en vacances. La production, tout s'arrête. دونك اون برومي يا دي بروجي مي ريان دو كونفيرمي بور لانستون. ان شاء الله تكون لك اعمال اخرى، اعمال ممكن تجمعك رانيا مع ساره وممكن تجمع تماك واحده فيكم مع وجوه تلفزيونيه اخرى. واش رايك نروح نشوفوا بما انه احنا رانا خدامين هنا في التلفزيون الجزائري، كل فريقنا التقني وخدام، حتى هناك رجال المناوبه في ميناء الجزائر. نعم. ايضا خدامين، نحييهم بالمناسبه ونقول لهم صح عيدكم وكل عام وانتم بالف خير. احنا يوسف قبل ما نروح نشوفوا اسماء الناس حبينا نقولوا اليوم الحلقه الاخيره من اسرار الماضي، المسلسل اللي كان عنده نجاح في رمضان كونه احد المجاهدين والاوفياء الشيء اللي يقدمه التلفزيون الجزائري، بشير سلامي نقولوا لك موفق ان شاء الله، اعمال اخرى ان شاء الله، وعودتنا على الجديد وعودتنا على الامتاع، نقولوا لك موفق ويعطيك الصحه على تلبيه الدعوه. سارة نقول لك يعطيك الصحة، موفقة في أعمال أخرى والمشاريع العمل راهي جاية إن شاء الله. إن شاء الله. رانيا خليتي ناس دارك في قسنطينة وحبيتي أنك تفوتي معنا رمضان العيد، فرحة العيد. على الأقل نقول للمشاهدين كلهم صحة عيدكم، كل عام وأنتم بخير، صحة إن شاء الله بصحة ولهنا، نقول لكل عائلتي أيضا صحة عيدكم، كل فريق العمل اللي عمل معنا في أسرار الماضي اللي نتمنى له كامل عيد سعيد، وأكيد راهو يبدا يرتاح ويلو ميغيت، يعني تعبوا رمضان كامل شهر رمضان، يعني كما كنتوا تشوفوا فيهم كانوا هما في يعطيهم الصحة جميعا. وشكرا على حضوركم وبالتوفيق للجميع، ومعنا مباشر الآن